فرع جامعة كوفنتري في مصر، وإحنا في المرحلة الحالية بنستعد للبدء في العام الدراسي الثاني في الجامعة. وإحنا السنة الأولى ابتدينا فيها بتسع برامج تعليمية لمرحلة البكالوريوس في ثلاث كليات، كلية الهندسة وكلية الحاسبات وكلية التصميم والإعلام الرقمي. مؤسسة جامعات المعرفة الدولية باستضافتها لفروع الجامعات الأجنبية هدفها الأساسي تقديم جودة تعليم بالمستوى العالمي لطلابنا في مصر، بالإضافة طبعا ان احنا بنسعى في المستقبل لتوسيع الدائرة، ان احنا نبقى جهة بتستقطب طلاب الدارسين من المنطقة العربية ومن الدول الأفريقية كذلك. في السنة الدراسية الثانية لينا هنتوسع في نطاق البرامج اللي احنا بنقدمها، فان شاء الله هنبتدي برامج إدارة الأعمال، في عندنا أربع تخصصات داخل كلية إدارة الأعمال بالإضافة إلى السايكولوجي تخصص علم النفس، بنبتدي برضو إن شاء الله في العام الدراسي اللي جاي من خلال في طلابنا والخريجين بتوعنا في سوق العمل في مصر. مصاريف الجامعة في حدود 13 ألف جنيه استرليني في السنة. الدفعة الأولى والدفعة الثانية مؤسسة سويدي إديوكيشن بتقدم منحة خاصة للدفعتين الأولانيين بحيث تكلفة تبقى حوالي 10,000 استرليني في السنة الدراسية الواحدة. بالإضافة لكده احنا بنقدم منح دراسية للطلاب المتفوقين علميا والطلاب اللي اليوم إنجازات رياضية. عندنا الطلاب المتفوقين من خريجي الثانويه العامه والشهادات الاجنبيه لحوالي 25% تخفيض على المصروفات الدراسيه. شركه السويدي بتهدف الى تطوير منظومه التعليم في مصر ويبقى لها بصمه في حياه الطلبه وجوده التعليم وتحسين التعليم، تماشيا مع سياسة الدولة ووزارة التعليم العالي ان احنا نطور التعليم والمنظومة بالكامل ونوفر للطلبة فرص عمل افضل بكتير. وعن طريق ازاي نوفر لهم فرص عمل اكتر بكتير؟ عن طريق ان احنا بنوفر لهم خبرة جديدة في التعليم. احنا نقدر نقول ان نزعم ان احنا اول جامعة في مصر بتقدم الفصل المقلوب، والفصل المقلوب ده هو عبارة عن الفصل التفاعلي. الطلبة بتتعلم بناء على طريقة مختلفة، ان هي بيتفاعلوا مع الكاترة، بيشتغلوا على مشاريع بايديهم، بيشتغلوا على مشاكل ازاي يحلوها ويتفاعلوا مع بعض ويفكروا في افكار مختلفة خارج الصندوق، وهو ده هدفنا في سوق العمل. بنخرج الطلبة جاهزة لسوق العمل بان هم عندهم مهارات مختلفة، عندهم أدوات مختلفة يقدروا يواجهوا بيها التحديات اللي بتحصل النهاردة والتغير العالمي اللي بيحصل في سوق العمل ككل. بنوفر أحدث الإمكانيات وأحدث سبل التعليم السوق المصري تماشيا مع جامعة كوفنتري الأم، وهي كوفنتري ميزتها وقوتها في الحتة دي إن هي من الجامعات المصنفة عالية جدا في انجلترا في التعليم التفاعلي واللي بيسموه برا الاكتيفيتي ليد ليرنينج فصل المقلوب. هدفنا كمؤسسة السويدي دايما ان احنا نكبر مشروعنا في العاصمة الادارية ونركز على ان احنا نكبر في مشروعات تانية كتير. عندنا استهدافات ان احنا نفتح في مناطق تانية سواء في صعيد مصر او في مدينة 6 اكتوبر في الشيخ زايد الجديدة. هدفنا ان احنا نخدم منظومة التعليم في جمهورية مصر العربية بالكامل ونستقطب طلبة من عدة دول ويبقى لنا دور مجتمعي ملحوظ، تقدر يبقى لنا بصمة في طلابنا والخريجين بتوعنا في سوق العمل في مصر.